انفجار يطال قاعدة للحشد في بابل. الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا ينفيان صلتهما بالهجوم، وتركيا تقصف شمال العراق مجددا. بعد حوارات معمقة في واشنطن، السوداني يعود إلى بغداد، وانتهاء مهمة التحالف الدولي أبرز ملفات الزيارة. أزمة تسمية رئيس البرلمان بلا حلول قريبة. الإطار يترقب توافق الكتل السنية، وحكومة كركوك تغيبها الخلافات. السلام عليكم. أعلنت خلية الأعلام الأمني استشهاد منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين، بينهم منتسب في الجيش، بانفجار وقع في معسكر كيلسو شمالي محافظة بابل. وذكرت الخلية في بيان أن الحادث كان عبارة عن انفجار وحريق، مضيفة أن تقرير قيادة الدفاع الجوي من خلال الكشف الراداري بينت عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار. في الأثناء نفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي صلتها بقصف استهدف قاعدة كيلسو العسكرية التابعة للحشد الشعبي. القيادة في بيان ذكرت أن قواتها تراقب التقارير عن وقوع حادث في جرف الصخر، فيما جددت استعدادها لدعم القوات الأمنية العراقية. هذا ونفى الكيان الصهيوني مسؤوليته في حادثة انفجار قاعدة كيلسو في العراق. ونقلت CNN عن مسؤول إسرائيلي قوله أن تل أبيب ليس لها أي علاقة بالانفجار. أدانت حركة حماس العدوان على مقر للحشد الشعبي في قاعدة كيلسو العسكرية بمحافظة بابل. وذكر بيان للحركة أن العدوان يعد اعتداء وانتهاك لسيادة العراق وأمنه، وتجسيدا للهمجية الإسرائيلية التي توسع عدوانها في كل منطقة. كما حملت إدارة بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية في غزة على حد تعبيرها. أنهى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارته إلى الولايات المتحدة فيما عاد إلى العاصمة بغداد. السوداني أكد أن الحوارات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتسمت بالصراحة والوضوح، وأشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا تعني ترك العلاقات، إنما الانتقال إلى التنسيق الثنائي مع جميع الدول التي اشتركت في التحالف، لا سيما في ضوء تطور قدرات القوات المسلحة العراقية وانحسار أثر الجماعات الإرهابية واندحارها. بينما يكثر الحديث عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، تتصاعد الشكوك بالتزام الأخيرة في هذه الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بتوقيتات إنهاء الوجود العسكري. مضامين زيارة السوداني للولايات المتحدة وقراءة المشهد السياسي حيال هذه الزيارة نتابعها في سياق هذا التقرير. الحديث بين بغداد وواشنطن خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة على أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي تتضمن أهم بنودها تنظيم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها، غير أن الأوساط المحلية المراقبة تشكك في التزام أمريكا بمسودة الاتفاقية الثنائية. هنالك تساؤلات كثيرة من قبل أبناء الشعب العراقي، هل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بما سيحصل خلال هذه الزيارة من اتفاقيات وتوقيع اتفاقيات؟ هذا حقيقة هنالك شكوك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بعدم التزامها. خروج التواجد الأمريكي والتحالف من العراق، وهذا أمر مهم جدا. يعني اليوم احنا ليس بحاجة إلى تواجد أجنبي بالعراق، اليوم القوات الأمنية والقوات العراقية هي ماسكة زمام الأمور ومقتدرة ومتمكنة.
وعلى المستوى النيابي فثمة قراءة لمضامين الزيارة السوداني للولايات المتحدة وما أبرم من اتفاقيات على مستوى الأمن والاقتصاد والاستثمار وغيرهم، في وقت يسود الاعتقاد بأن ما تعرف بالاتفاقية الإطارية ستأخذ حيزا كبيرا من التفاهمات بين الجانبين، لكن واشنطن حتى الآن لم تلمح لأي انسحاب قريب من العراق. طلب العراق بعد النصر المؤزر على داعش بجدولة انسحاب قوات التحالف من العراق الذي بات يعني لا نحتاجه، هو تحول هذه العلاقة العسكرية الأمنية إلى علاقة شراكة اقتصادية تنموية. وقد تتآكل ثمار زيارة السوداني إلى واشنطن داخليا في حال عدم التطرق إلى ملف انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وفق توقيتات زمنية معلومة من قبل الأطراف السياسية المحلية، يقول مراقبون. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. رأت لجنة الاستثمار النيابية أن زيارة السوداني إلى واشنطن ستعزز الفرص الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. عضو اللجنة علي مكسوسي قال إن الحكومة تعطي ملف الاقتصاد والاستثمار أولوية كبيرة، والمرحلة المقبلة ستشهد العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، وسيكون العراق ساحة للشراكات العالمية، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي في البلد انعكس إيجابا على عموم الوضع الاقتصادي. يجري الوفد العراقي في واشنطن جولة من المباحثات والمفاوضات مع الخزانة الأمريكية لتفكيك أزمة المصارف العراقية المعاقبة. هذه المباحثات وتفاصيلها نطلع عليها مع الزميل مصطفى علوش. عقوبة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية وشركات القطاع الخاص ارتدادات عكسية على المجال الاقتصادي، ولربما عدم السيطرة على سعر الصرف حتى الآن أحد أوجهها، الأمر الذي جعل هذا الملف من بين أجندات الوفد العراقي المفاوض إلى واشنطن بحثاً عن المعالجات. موضوع الاقتصاد والعلاقات المالية أخذت حيز كبير جدا من جدول الأعمال سواء من جانب الحكومية أو من المؤسسات الخاصة. اليوم المؤسسات المصرفية أو النظام المالي في العراق يمر بمرحلة تحول كبيرة من نظام يعمل بآليات مختلفة عن ما تتوجه إليه الحكومة اليوم والبنك المركزي العراقي بدعم المؤسسات المالية، سواء بتمويل التجارة الخارجية من خلال أطر وتعليمات جديدة. لقاءات مع الخزانة الأمريكية ومسؤولون في القطاع المصرفي، استشعر الوفد العراقي من طريقها إمكانية سحب بعض العقوبات أو تخفيفها إذا ما حسنت تلك المصارف من أدائها وانخرطت ضمن النظام المصرفي العالمي لحركة الأموال. العراق عندما عرض هذا الموضوع كان الرد على أنه من الممكن جدا عندما تحسن تلك المصارف أدائها تحاول أن تنخرط ضمن الأطر القانونية العالمية التي تتماشى مع القوانين الخاصة بها، وحينها تمنح تجربة للعمل حتى تعاد مرة أخرى إلى أداء عملها بشكل حقيقي إذا كانت منسجمة مع الضوابط العالمية ومع تحسين عملها كأداء حقيقي للقطاع المصرفي. ولم تقتصر هذه العقوبات في مديات التأثير على القطاعات المعاقبة فحسب، بل ولدت خشية لجميع الشركات لضبابية الإجراءات التي تتعامل بها الخزانة الأمريكية. عقوباتنا بحق مصارف عراقية وشخصيات وشركات عاملة في القطاع الخاص، من هنا كان مصدر معاقبتها في الخزانة الأمريكية، لذا يعمل الجانب العراقي على تقنين الإجراءات وإيقاف تداعياتها على الاقتصاد. من أمام مبنى الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة، مصطفى علوش، الرابعة.
أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق الاثنين المقبل ليست عابرة. وقال السوداني أن زيارة أردوغان تؤكد وجود رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيلا للملفات. كما جدد السوداني رفض العراق بأن تكون أرضه منطلقا للاعتداء على تركيا وعدم السماح بالرد المباشر دون التنسيق. السفير العراقي لدى أنقرة ماجد الجماوي قال أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيوقع بالعراق اتفاقية إطارية استراتيجية. وأشار الجماوي أن زيارة أردوغان إلى بغداد ستساهم في حل الملفات العالقة وستحقق قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا، مضيفا أنها ستشهد توقيع اتفاقية إطارية تتناول المجالات الأمنية والاقتصادية فضلا عن ملفي المياه واستئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا. على الرغم من نفي المسؤولين في الجهات الأمنية وجود جماعات إرهابية على الحدود مع أنقرة، إلا أن الطائرات التركية ومسيراتها لا تزال تواصل عملية القصف في العمق العراقي الشمالي وسط دعوات لإنهاء هذه الأزمة سياسيا. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. شارك فيه المسؤولون الأمنيون العراقيون مخاطر التصعيد التركي المزمع على شمالي العراق خلال جلسات ملتقى السليمانية، فإن الطائرات التركية وبحسب مصادر قد أغارت على مناطق حدودية في محافظة دهوك. وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد نفى في وقت سابق خلال جلسات المؤتمر وجود أي جماعات إرهابية في حدود الإقليم. يعني لحد الآن هي مستمرة يوميا، هناك عمليات عسكرية على الأرض، وهناك حوالي 78 ثكنة عسكرية موجودة داخل الأراضي العراقية في الإقليم بعمق 40 كيلومتر وبطول 200 كيلومتر، ويوميا المسيرات التركية في سماء العراق مرات تدخل 300 كيلومتر داخل العمق وتقصف مناطق في كركوك، في ديالة، في سليمانية، في سنجار، في كل المناطق، في أربيل. هي يوميا تقوم بعمليات عسكرية. أنا حسب خبرة العسكرية بأن الحكومة التركية لا تتمكن أبدا من القضاء عسكريا على حزب العمال وحل هذه المشكلة. الحل الوحيد هو الحل السياسي. ومع إعلان موعد زيارة الرئيس التركي إلى العراق، فإن قوى سياسية هنا في السليمانية تطالب بغداد باتخاذ إجراءاتها الدبلوماسية خلال هذه الزيارة لمنع أي تأزم محتمل في المنطقة يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الذي لا يخدم مصلحة العراق وجواره. محافظة السليمانية هو إحدى محافظات إقليم كردستان، وإقليم كردستان إقليم عراقي، ونحن نعلم في الأنظمة الفيدرالية الدفاع والسياسة الخارجية والمالية وهذه الأمور من صلاحيات حكومة المركزية. يعني على الحكومة المركزية أن يدافع عن محافظة السليمانية أمام أي اعتداء خارجي، كما كان الآن يعني حصار مفروض على مطار السليمانية يعني بمبررات واهية. يعني زيارة الرئيس التركي إلى بغداد بعد سنوات طويلة من الغياب ورغم ثيمتها الاقتصادية، فإنها ستشهد بطبيعة الحال حوارا عميقا يحمل في مضامينه الشؤون الأمنية بين البلدين. في كل حرب ثمة خاسر واحد هو المدني، والمدنيون في دهوك والسليمانية ينظرون بخشية إلى قادم الأيام، فحياتهم وقراهم المعرضة للخطر تنظر بعيون الأمل لدبلوماسية بغداد في تحييدهم عن أي خطر قادم. من السليمانية، أبو طالب البحية، الرابعة.
أرجع حزب تقدم انسحاب مرشحه لرئاسة مجلس النواب شعلان الكريم إلى أمور وقضايا شخصية. وقال النائب عن الحزب يحيى العيثاوي أن الكتل السياسية طلبت إيجاد مرشحين توافقيين لرئاسة البرلمان يحظون بمقبولية لدى الأطراف الكبيرة لضمان حسم الملف بصورة أسرع وكسر الانسداد الذي أحدثه خلو المنصب المذكور، مشيرا إلى وجود ما وصفها بالأجندات التي منعت خوض الجولة الثانية لانتخاب الرئيس. عد الإطار التنسيقي انسحاب المرشح عن حزب تقدم لرئاسة مجلس النواب شعلان الكريم لن يحل المشكلة. نواب عن الإطار أشاروا إلى أن العقدة لا تكمن بالكريم، إنما بعدم اتفاق الأطراف السنية على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، مطالبين أركان البيت السني بضرورة الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على آليات اختيار رئيس البيت التشريعي الجديد. ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في كركوك تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. عضو تحالف العزم عزام الحمداني أرجع عدم حسم منصب محافظة كركوك لغاية الآن إلى عدم الثقة بين جميع أطراف المعادلة، والتي لا تزال تنتظر عودة رئيس الوزراء من زيارة واشنطن لحل الأزمة، مؤكدا عدم وجود كتلة أكبر في المحافظة قادرة على تولي حراك لتشكيل الحكومة المحلية. الكل ينادي بالمشاركة السياسية، وفي ذات الوقت جميع الأحزاب تصر على استحقاقها. هكذا هو الحال في كركوك التي أصبح تشكيل الحكومة فيها أشبه بالمعضلة، وتيرة سير المفاوضات والمناخ السياسي نتابعه في هذا التقرير. المشهد الانتخابي في كركوك بات معقد النتائج، والكتل الفائزة تتزمت بمطالبها وإن كان سقفها عاليا، والكل ينادي بالمشاركة والتوافق، لكن عند الجد يخفق الجميع بالوصول إلى حلول مرضية ينتج عنها مجلس المحافظة المرتقب. لقاءين مع قادة الكتل السياسية مع السيد رئيس مجلس الوزراء صاحب المبادرة في حل الإشكالية في موضوع تشكيل الإدارة في محافظة كركوك. الكل يعول على الاجتماع الثالث الذي من المؤمل عقده نهاية الشهر الجاري. أتصور الكل ملزمة بأن يكون لها مواقف إيجابية وتقدم الحلول الممكنة للوصول إلى تشكيل حكومة محلية ترضي أغلبية الأطراف في المحافظة خلال الفترة القليلة القادمة. ويبدو أن طائرة السوداني ستهبط بحلول لربما ستنهي الانسداد السياسي الذي تغلب على رمزية المحافظة، الرمزية التي تداعي بالشراكة وعدم تهميش أي مكون على حساب الآخر. يقول مراقبون أن المجلس المحلي لا يزال يبحث عن صيغة توافقية للملمة بيته المحلي. إن شاء الله بعد هذه الجولة من الزيارات السيد السوداني سيكون هناك جولة ثالثة من المفاوضات بين الكتل السياسية الفائزة في كركوك، ومتفائلين بالتفاهم. وهناك مقترح تركماني الآن يتم تداوله، وهناك شبه إجماع عليه وهو أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بين القوميات. هذا ما نتأمله من الكتل السياسية. كركوك لها وضعية خاصة وتحتاج إلى تفاهم حول الإدارة المشتركة في إدارته. ووسط ترجيحات العمل بمقترح تدوير المناصب واختيار محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك، يقول مراقبون إن الطاولة الثالثة علها تكون الفيصل للخروج بتوافق يرضي الأطراف جميعا. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. باشر مدير عام إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني مهام عمله مديرا لمطار النجف الأشرف الدولي، وجاءت مباشرة البيضاني بعد تكليفه عن طريق أمر ديواني صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ينص على قيام مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بمهام تسيير أعمال مطار النجف الأشرف الدولي لحين تسمية مدير له.
أكد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي أن إيقاف استثمار مطار المحافظة نصر لمجلس المحافظة وحكومتها المحلية. وقال العيساوي في مؤتمر صحفي أن الوثائق التي قدمت للحكومة الاتحادية أثبتت أحقية النجف بمطارها. عندما رحنا وقابلنا اللجنة لقينا أكو ملف عن مطار النجف بمجموعة قرارات وإجراءات متخذة من قبل الحكومة الاتحادية دون الاعتماد على القرارات والإجازة الاستثمارية والوثائق الموجودة عندنا بالنجف. قدمنا وثائقنا، قدمنا الإجازة الاستثمارية، قدمنا السند العقاري، قدمنا يعني أدلتنا، قدمنا قرارات قضائية، قدمنا كتب هيئة استثمار، رقابة المالية، كلها تأكد أن مطار النجف تابع للحكومة المحلية في المحافظة. أكدنا وأصرينا على تنفيذ قرار مجلس المحافظة. الفقرة الأولى بإعفاء الأخ مدير المطار السابق علي الساعدي تنفذت، تم الإعفاء خلال ساعة واحدة. الفقرة الثانية انتخاب حسين مهنا مدير المطار، تم الاتفاق بشكل مؤقت على أن يبقى مقعد مدير مطار النجف شاغر خلال هذه الفترة كحل وسط لحين عودة رئيس مجلس وزراء من أمريكا. بالتزامن مع قرب موسم تسويق المحاصيل الزراعية تتكدس الحنطة في صلاح الدين، أما الأسباب والتفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. محافظة صلاح الدين التي تصدرت مع نينوى المحافظات العراقية بإنتاج الحنطة العام الماضي بأكثر من 800 ألف طن، تعاني اليوم من تكدس الحنطة بكميات كبيرة في سايلوات شركة الحبوب، ما جعلها عرضة للتلف والاندثار. محافظة صلاح الدين أعلنت من جانبها عن وجود تنسيق مشترك مع وزارة التجارة لنقل الحبوب المتبقية بأسرع وقت استعدادا للموسم المقبل من الحصاد. طرحنا عدة مشاكل في المحافظة والحمد لله مع الوزير كلها حلها. بداية نحن مقبلين على موسم تسويق الحنطة وعندنا مخازن مملوءة بالحنطة يحتاج لنا مناقلة، فأوعز السيد الوزير بنقل الحنطة فورا. من جانبها أعلنت وزارة التجارة عن إرسال قافلة من 190 شاحنة لنقل الحبوب المتبقية في مخازن صلاح الدين إلى الوزارة، فيما أكدت وجود مشروع حكومي لحل مشكلة التخزين من خلال توسيع السايلوات لتستوعب أكبر عدد ممكن من الحبوب. التوجيه بإجراء مناقلة كبرى في صلاح الدين، منها صلاح الدين حقيقة، لسحب لتوزيع الكميات الحبوب، وإن شاء الله على أعتاب فتح طاقات خزنية جديدة بالتعاون مع المحافظة وكذلك جهود وزارة التجارة. وتتزامن هذه الإجراءات الحكومية مع اقتراب موسم تسويق المحاصيل الزراعية، إذ تشير توقعات لتضاعف الإنتاج الزراعي في صلاح الدين هذا العام بعد التسهيلات التي منحتها الحكومة العام الماضي أمام الفلاحين من تسديد مستحقاتهم بوقت قياسي ورفع أسعار الشراء بأكثر من 800 ألف دينار للطن الواحد. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. أكثر من 25% من حاجة السوق الغذائية توفرها صحاري كربلاء المقدسة التي تحول أكثرها إلى دونمات ذات فائدة كبيرة، فنتابع. تكتظ هذه الصحراء بالمصانع الأهلية والحكومية، فلأول مرة تصبح منتجة لآلاف الأطنان من المواد الغذائية. الأرقام هنا باتت مهولة، مئات الآلاف يوميا تصدر هذه المصانع من الدجاج والبيض لرفد الأسواق للابتعاد شيئا فشيئا عن الاستيراد الأجنبي والاعتماد كليا على التصنيع المحلي، وزيادة نسب الإنتاج لتصل هذه المصانع إلى قدرتها الكاملة بنهاية العام 2025. مشاريع تغطي قرابة 25 إلى 35% من حاجة البلد. حاليا المشروع وفر فرص عمل كلش كبيرة، الفئة كبيرة من الاختصاصات منها الهندسية والطبية والزراعية والعلومية،
وكذلك وفر منتجات جيدة جدا وممتازة من ناحية طبعا الكواليتي اللي هو النوعية. على مساحة أكثر من 500 دونم تنتشر هذه المفاقس ذات الآلات الحديثة التي دخلت لأول مرة إلى العراق من مناشئ ودول تختص بتربية الدواجن لتنشئ أكبر المجازر على مستوى الشرق الأوسط بإنتاج يصل إلى أكثر من 700 آلاف طائر يومياً، إضافة إلى تحويل أرض الصحراء إلى زراعية ذات نتاج لأعلاف الطيور ليكون تطوير المصانع وتربية الدواجن ذاتياً. المشروع صمم أنه ينتج 3 مليار بيضة سنوي، أنشئ على أحدث التصاميم اللي موجودة بالعالم من أرقى المناشئ الموجودة بالعالم من شركات هولندية كندية إيطالية، أحدث تكنولوجيا موجودة بالعالم. من هو من كبار المشاريع على مستوى العالم، إذا قارنت بمستوى العالم لا تجد مصانع تشتغل بهذه الطاقة الإنتاجية. ممكن المشروع الثاني أو الثالث عالميا من ناحية الطاقة الإنتاجية كمنافس كطاقة إنتاجية. الطاقة الإنتاجية مثل ما وضحت لك وتصميم المصنع هو لكل احتياجات ورغبات ومطلبات السوق العراقي. على امتداد آلاف الدونمات تقع هذه المصانع وسط صحاري كربلاء لتغطي أكثر من 25% من حاجة السوق الغذائية. زيد الشهيب، رابعة، كربلاء المقدسة. هذا واستهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال عند مدخل مخيم طول كرم بالعبوات الناسفة. وأكدت سرايا القدس أنها تواصل التصدي للاحتلال وتستهدفه بالرصاص والعبوات المتفجرة خلال محاولة اقتحامه للمخيم. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في عدة محاور داخل المخيم محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. دمار وخراب ورائحة الموت تفوح من المكان، هكذا هو الحال في مخيم النصيرات. مراسلنا هناك محمد البلبيسي وثق لنا انتهاكات جيش الاحتلال، فلنتابع. بعد أسبوع من عملية عسكرية مباغتة شمالي مخيم النصيرات، الجيش الإسرائيلي يعلن الانتهاء من العملية والانسحاب من المخيم، مخلفا وراءه دمار كبير في البنية التحتية ومنازل المواطنين. هذا يمكن في حرب العالمية الأولى والثانية ما شفنا زي هيك. أنا اللي ثلاث أولاد، أنا ثلاث شقق حوالي 200 ألف دولار، شايف؟ وما فرحوش عين لسه بالتقسيط مخدينهم، وكل واحد عنده 7 أنفار وموظفين والتوظيف يقوم وفيش ولا حاجة. إيش ذنب هذولا ليطلع فيه؟ إيش كان فيهن هذولا؟ بعد ما رجعنا من انسحاب اليهود وجدنا زنزان، وجدنا كارثة، وجدنا بركان. هذا الحي اللي كان عامر بيوتنا اللي إلنا 20 سنة وإحنا بنكادر عشان نسكن فيها بعد فقر وبعد معاناة، وجدناها دمار، وجدناها زلزال، وجدنا فيها مكان يعني ما عرفناش جيراننا، ما عرفناش بيوتنا من المعالم اللي مدمرة كليا. يعني مش عارف المخيم هذا شو سوى للاحتلال الإسرائيلي. مشاهد الدمار والخراب حلت في كل مكان في المخيم. عشرات الأبراج والعمارات السكنية دمرت بالكامل ليسكن مكانها الألم والحسرة في قلوب أصحابها. شاتي أنا عملتها بدم قلبي، كلفتني 80 ألف دولار، كل حجر كل قطعة فيها كنت ألف فيها عشان ألاقيها. ما على ألم فيها ألف أسبوع عشان ألاقيها. شو الله يوصل. هذا الدار كل تعب بابا وماما واخواني فيه، محلاتهم لسه جديد عملوهم. اخواني اثنين شهداء، مين بده يعوضهم؟ مين بده يرجع اخواني لبابا؟ مين بده يعمل البيت هذا؟ مين بده يعوضنا؟ يعني احنا مش عارف، يعني عشان ساعتين دخلوها ب 7 اكتوبر دمروا كل غزه، دمرونا قهرونا. عشان بس ساعتين دخلوها جوا. حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ما بنحكي غير هيك. الحرب على غزه دخلت شهرها السابع ولم تتوقف.
قتلت إسرائيل أكثر من 34,000 من المدنيين العزل، ودمرت كل شيء يذكر سكانها بغزة ما قبل الحرب. أينما حللت هنا تشاهد مشاهد الدمار، القتل، الخراب، الدمار حل في كل مكان في شمال مخيم النصيرات. هذا المخيم الذي تعرض إلى عملية عسكرية استمرت إلى 8 أيام، دمرت إسرائيل البنية التحتية والعمارات والأبراج السكنية. محمد البلبيسي، قناة الرابعة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن ما حدث في أصفهان لم يكن هجوما، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تحقق في تبعات المسيرات. وخلال مقابلة صحفية أضاف عبداللهيان ساخرا أن تحليق 3 مسيرات صغيرة من نوع كوكوبتر كان أشبه بلعب الأطفال وليس هجوم، لافتا إلى أن التحقيقات جارية حول معرفة نوعية الهجوم. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال إن إيران انتصرت في حرب الإرادة وستستمر في انتصاراتها على أعدائها. وأضاف رئيسي إن عملية الوعد الصادق أثبتت قدرة النظام الإيراني وانسجام أبناء الشعب والتيارات السياسية المختلفة. عملية الوعد الصادق كانت سببا للتضامن في البلاد وعززت قوتنا. هناك من كان يريد نشر الخلاف في الداخل الإيراني، لكن هذه العملية أظهرت قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتنا المسلحة، وأظهرت عزيمة شعبنا وقيادة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، وكانت من مظاهر الوحدة الوطنية في بلادنا. اليوم جميع الأحزاب والتيارات السياسية متفقة على هذا الأمر بأن العملية كانت ضرورية ومطلوبة وتعد انتصارا وجلبت الفخر والقوة لبلدنا الكبير. حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من أن الوضع في السودان يتجه نحو طريق مسدود وصراع طويل الأمد يؤدي إلى انهيار البلد. وحمل متحدثون في الجلسة قائد الجيش وقوات الدعم السريع مسؤولية التدهور الذي آلت إليه الأوضاع في السودان، مشددين على الضغط على الأطراف المتحاربة لحملها على التفاوض. وطالب ممثل الولايات المتحدة روبرت وود بوقف الحرب فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات دون تأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية. وجاء في بيان الوزارة أنه تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية. وأكدت أيضا تدمير 50 مسيرة أوكرانية في 8 مقاطعات روسية. أذكر بالأبرز. انفجار يطال قاعدة للحشد في بابل. الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا ينفيان صلتهما بالهجوم. وتركيا تقصف شمال العراق مجددا. بعد حوارات معمقة في واشنطن، السوداني يعود إلى بغداد وانتهاء مهمة التحالف الدولي أبرز ملفات الزيارة. أزمة تسمية رئيس البرلمان بلا حلول قريبة. الإطار يترقب توافق الكتل السنية وحكومة كركوك تغيبها الخلافات. في حفظ الله ورعايته.